السلام عليكم، مرحبا بكم خواتاتي معايا في قناة حكيمة بنت العاصمة. اليوم حبيت نتفضل مع خواتاتي باش نوريكم واحد الوصفه تاع زمان كانوا مالينا يحضروه. هاد الوصفه يعني كيفاش نحضروا المثقبه تاع ناس زمان. انا الام تاعي الله يرحمها كانت تحب بزاف هاد المثقبه. هاد المثقبه حنا في الاخر نقلوها ونوريكم المقادير اللي يدخلوا كاع في هاد المثقبه. انا هنا عندي الدقيق، بطل دقيق، وانتو هاد الدقيق تكون نوعيه تكون مليحه سبيسيال يعني اللي نخدم بها على حساب الدقيق كيفاش يكون. وانا هنا عندي بطل يعني على حساب الافراد تاع العائله، كل واحد يخدم على حساب العائله تاعو. وعندنا الزيت، شوفوا انا هنا بالعاني كيلت هكا الشوط تاع الزيت معمر ودرت له مغيفه تاع السمن. هاي دابت شويه، نخليها شويه غامولي هكا باش نكمل ندخلها للدقيق تاعي. وعندنا الماء الزهر والملح لازم يكون، والعسل. حنا هاد العسل في الاخير، كاين ناس يحبوا يعسلوا هاد المثقبه كاين اللي ما يحبوش. هي هذا يولي اختيار ليكم. والماء باش يبلوا معنا يعني لازم يكون حاضر الماء. بسم الله نبداو على بركه الله. هذا الطل تاع الدقيق المويا قلت لكم، يعني ما تجيش بالدقيق رقيق، تجيب بالدقيق مويا. وناخذوا شويه تاع الملح، لازم الملح هكا كميه تكون غير صغيره. واش ندير خواتاتي، ندخلوا هذاك الملح تاعنا هكا ونديروا هكذا هكذا كما كنتو تشوفوا هكذا. وندخل هذاك الشوب تاعي تكون معمر حتى الفوق. علاش يكون معمر حتى الفوق؟ هاد المثقبه لازم تجي طريه كي نبلوها باش ما تجيناش يابسه، لازم تكون فيها الزيت مليحه. نكبوا هذاك البول هكذا ونشدوا هذاك السمن، خليته غامولي هكذا كما كنتو تشوفوا. وندخلوا هذيك الزيت كاع، انا نفضل ندير لها هكذا باش تجينا مبسه مليح. شوفوا صدقوني هاد المثقبه بنينه بزاف، بصح لازم يعني تكون فيها الزيت مليح باش تجينا طريه. ما تجي ولا تجاز يعني نقول لكم السر تاع هاد المثقبه، ولا جاتكم يعني كيما نقولوا يابسه ما تجيش مليحه. علاش لازم نديروا لها لي دام مليح هكذا؟ شوفوا خواتاتي، ندخلوا كاع داك الدقيق مع داك الليدام، ومن بعد ما دخلت كيما راكو تشوفوا نديروا لها هكذا كيما راكو تشوفوا بهاد الطريقه. انا نحب ندير لها هاد الطريقه هكذا ونغطيها، نغطوها بعد ما درت لها هكذا نغطيها، نخليها ترتاح 20 دقيقه باش هذيك الزيت وداك السمن يشرب لنا يعني تجينا الثقبه تاعنا مليحه. ونلتقوا بعد حين ان شاء الله. بعد ما خواتاتي شوفوا يعني الدقيق تاعنا راهو واسع شرب لنا يعني هذاك ليدام. دوك انا واش ندير؟ شوفوا انا نعرف لي ها كاع شرب، هاياك ماشي كيما كانت مع الاول. كي نخدمها في يديا نقول لكم ولا شرب ولا ما شرب. انا هنا بسم الله انا هنا عرفت لي خلاص شرب لي. دوك واش ندير؟ انا نقسم الدقيق على زوج جهات، يعني هكذا نقسمو على زوج. كي نكون نبلل انا خواتاتي ما نحبش نديرها على مالا، يعني ناخذ غير بشويه، ناخذ يعني كميه صغيره هكذا. واش ندير؟ ندير الماء زهر في الماء. الماء الزهر يعني نقول لكم كيما تقولوا كاس تاع لاتاي باش نديروه في الماء هكذا، كاس تاع لاتاي ونحبسو، ما نعمروش حتى الفوق. هذه هي كميه تكون غير صغيره. وناخذوا الماء، بسم الله ناخذوا الماء تاعنا ونبدا غير بشويه، نشمخوها شويه. انا نشمخ فيها هكذا ما نعجنوهاش، يعني هاد المثقبه السر تاعها كيما نقولوا درنا المقروط. بسم الله ناخذوها غير بشويه، نبلوها بالماء حتى نحسوا اللي بدات تنطم لنا هكذا هكذا. نديروها غير هكذا ما نعجنوهاش كامل ونحبس هكذا. انا هنا شوفوا خواتاتي عرفت لي خلاص، ها كي درتها هكذا عرفت لي طمت لي هكذا خلاص. انا دوك واش بقالي؟ نطم هاد يعني هاد العجينه هكذا. انا راح نخدمها سور البلون دو طرافاي تاعي، ما نديرهاش في هاد الصحن يعني كون نديرها فيه ما قدرش نخدم مالس هكذا. نطمها مالله هكذا كيما كنتو تشوفوا، تكون لازم طريه هكذا كيما كنتو تشوفوا. ومن بعد هذا
ونبدا بشويه قدكم، يعني ندخلوها كما نقولوا نخدموا حربوش، يعني هكذا هكذا نبوده هكذا، وناخذوها غير بالسياسه باش ما تتحللناش، يعني ما نسيسوها هكذا، ما فيهاش يعني الغرس ولا ما فيهاش اللوز. بصح هي السر تاع هاد المثقبه صدقوني تجي بزاف بنينه هكذا. ونزكموها على الاطراف، حنا نزكموها باش تجي هكذا على شكل واحد. ونبدا نقطع في المثقبه تاعي هكذا، وهي المثقبه تاع زمان خواتاتي السر تاعها تجي يعني تجي عاليه ما تجيش حابطه، تكون كيما انسان راح يدير المقرط. ونشوفوا المستانة ولا واسه، نزيدو نشمخو شويه هكذا كيما راكو تشوفوا. صدقوني بنينه بالبزاف، شوفوا نوريلكم الشكل اللي درتو هاوليك. ونكملو ونكملوها حتى في الاخر هكذا، شوفوا هكذا. هذه هي يعني الشكل تاع المثقبه تاع ناس زمان، يديروها متحوفه ويديروها عاليه، يعني ما كيما نقولوا في ليبيسور ما يديروهاش حابطه بزاف، يديروها عاليه هكذا كيما راكم تشوفوا. ونكملوا المثقبه تاعنا حتى في الاخر هكذا، شوفوا انا نفضل نديرها كبيره، ديما نقول لكم المثقبه تاع ناس زمان ما من المقروط يديروه كبير. ونكملوا الكيفيه حتى في البودان تاعنا دوزيام، شوفوا قلت لكم يعني ديروها بومبي غير بشويه برك، على خاطر حنايا كون يعني ما ناخذولهاش وقت غير بشويه صاصبت يعني تتحل لنا، ما فيهاش اللوز بصح ناخذوها غير بشويه هكذا. ونزقبوها على الاطراف هكذا، وما تجينا كبيرة بزاف ما تجينا صغيرة بزاف، شوفوا ها هاي المثقبة تاعنا نوريلكم يعني هكذا، شوفوا كيما راكو تشوفوا نوريها لكم كامل. انا هذه هي المثقبة وهذا هو الشكل يعني حبيته. هاياك خوتاتي ما يلزم تجي عاليه بزاف ما تجي حابطه بزاف. ونكملوا الكيفيه حتى في خوتاتي. هاي الزيت انا اللي حضرتها راني درتها سخنت لي، وهاد المثقبه ما يلزمش تطيب على نار بارده، يعني كما نقولوا النار هاديه يعني ولا قويه. شوفوا نوريكم النار تاعي انا كيفاش راهو، يعني الفرن تاعي ما يكونش بزاف قوي. وبعد ما نقلوها نقول لكم بسم الله، انا راني بديت نوجد باش نقلي الثقبه تاعي، نحطها غير بشويه كما راكم تشوفوا باش نكون مليحه. وكي تحطوها حطوها غير بشويه. وكاينه حاجه واحد يعني واحد الملاحظه نقولها لكم لخواتاتي، بعد ما نقلوها يعني تاخذ وتش واحد، ما نقعدوش غير نقلبوها، ناخذوها غير على وتش واحد كي تتحمر لنا مليح، يعني نعاودو نقلبوها على الوتش الثاني. شوفوا كيما منا عندي ليتسع نزيد حبه بسم الله كيما كتشوفوا هكذا. ونخلو المثقبه تاعنا تتقلى يعني على نار ماشي يعني قويه، باش علاش ماشي نار قويه؟ باش المثقبه تاعنا كي طيب لنا ما طيب لناش محمره ومن الداخل تجينا معجنه. وخلو المثقبه تاعنا بعد ما دوك خدات وقت شويه وهي تتقلى دوك نقلبها، قلت لكم هذا هو الشكل اللي نحبوه في المثقبه، يعني تجي شويه محمره ما تجيش كيما نقولوا بيضاء، ما تكونش شابه، يعني كي ناكلو فيها تبان لنا كي اللي معجنه هكذا. شوفوا ونقلبوها حتى نكملوا كاع القليان تاع هاد المثقبه، شوفوا تاكدوا لي تحمرت لنا. علاش قلت لكم يعني المثقبه تاعنا نقلوها كي نكونوا نقلو فيها نقلبوها غير زوج مرات، ما نقدروش نقعدوا غير نقلبوا فيها، طيب على زوج وجوه كيما راكم تشوفوا خواتاتي. وكملوا الكيفيه الثانيه باش نكمل الكيفيه تاع المثقبه تاعي حتى في الاخر ان شاء الله. هذا هو الشكل اللي حبيته، تحمرت مليح دوك. وانا درتها في هذه اللي مرفا قليب بها المقرط، يعني هذه الكسكاسات سبيسيال للمقرط. انا دوك نكمل كاع المثقبه تاعي اللي بقات لي، شوفوها انا قلت لكم ما درتش بزاف يعني خواتاتي، وانتو على حساب الافراد تاع العائله تاعكم. نكملوا كاع
واش بقالي. ندير شويه هكذا هاو شوفوا يعني الطن تاع الدقيق شوفوا الله يبارك يعني واش خرج لنا. وخلوا الثقبه تاعنا كما فهمتكم طيب على وجه الاولاني باش نعاودوا نقلبوا لها من الجهه الثانيه وخلوها تتقلى بغطها كملناها كامل. دوك انا نفضل هي سخونه قلت لكم يعني انا اليوم حبيت نعسلها واش ندير خواتاتي ناخذوا الماء زهر نزيدوا هنا على العسل تاعي شوفوا هكذا كما راكم تشوفوا نحطوا فوق الفرن على نار قليله ونجيبوا الماء زهر تاعنا نديروا له الماء زهر يعني درت له الماء زهر شوفوا ندير له ثلاث مغارف ما نزيدش هكذا ثلاثه كما راكم تشوفوا ونسخنوا مليح العسيله تاعنا يعني هكذا حتى تسخن كامل نعرفوها لي سخنت باش نبداو نعسلو في المثقبات تاعنا يسخن. انا نفضل ما نحيش هو راهو على نار قليله باش ونقصلو هكذا النار وناخذ المثقبات تاعي بالحبه بزوج ونقعد نعسل هكذا خواتاتي نعسل فيها هكذا شرب كاع داك العسل. هنا عندي شويه ديال الساع نزيد ناخذ اي سخونه هكذا شوفوا نكملوا هكذا خواتاتي نكملوا الكيفيه حتى في الاخير ان شاء الله. يا سخونه تجي مليحه تشرب لنا بيان يعني كي نكونوا نعسلوا فيها مليح باش تشرب لنا كاع هذاك العسل. هاي نحي هذه الحبه باش تشوفوها هكا نخلوها شفوق النار خواتاتي ونكملوا الكيفيه حتى في الاخير. خواتاتي بعد ما قليناها جات محمره وانا عسلتها وشوفوا مام العسل تحبوا تزيدوا لها مام العسل يعني نتوما يعني لكم الاختيار تحبوا تزيدوا تحبوا ما تزيدوش. انا بعد ما عسلتها زادت كاع شربت وصدقوني متقبه بزاف بنينه مع القهوه هاني راكم تشوفوا. دوك انا عندي هنا حبه راني حنقسمها معاكم شوفوا كيفاش جات من الداخل صدقوني بربي غير نقول لكم هاد المثقبه تاع زمان كيما تبعوا الوصفه كيما تقولوا المقروط واش تختلف بينها وبين المقروط. المقروط ما يخفى لكمش خواتاتي نديروا له يعني هذاك اللوز وهي ما فيها ني لوز ما فيها والو لداخل وشوفوا شحال طريه 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 وماشي كاع معجنه كيما كنتو تشوفوها يعني بنينه بالبزاف. وتبعوا الوصفه وتبعوا كيما قليتها وعطيت لكم الوصفه تاع ناس زمان كيما كانت انا الام ربي يرحمها تحضرها وان شاء الله انتو تاني ديروها وتنجحوا فيها. ما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم ديما شجعوني بالمشاركه تاعكم باش نقدر نواصل معاكم وديما نقول لكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم وفي امان الله.